خليني اروح ل لا يعني تصويرك للحيوانات البريه. في طبعا موسم هجره الطيور، واحنا عندنا هنا بيجي لنا في مصر طيور ما شاء الله بيسافروا من تمام. افريقيا لاوروبا والعكس. احنا بوابه افريقيا الشماليه احنا فجد علينا، لازم تعدي علينا، لازم تعدي عليه فعلا. جميع نسبه كبيره جدا، وطبعا مصطفى اكبر من اكتر مني خبره في الطيور، هو بيرد ووتشر مشهور جدا، ويعني صح كده مصطفى، احنا تقريبا مدخل للطيور المهاجره، احنا اهم مسار لهجره الطيور في القاره الافريقيه. البحر الاحمر بمعنى صح هو اهم مسار هجره الطيور دلوقتي. يعني من ضمن الحاجات اللي بتحصل حاليا في مصر سياحه البيرد ووتشنج، اللي هي مراقبه الطيور دلوقتي ابتدت الناس يبقى اورينتد بيها، عندها وعي بيها، وفي ناس بتيجي مخصوص من دول ثانيه مختلفه كمان نروج على خط الهجره دي. وتقعد وتتفرج لان احنا على مسار الخط الهجره بتاع الطيور. احنا محتاجين ان احنا كمان نشتغل اكتر على الموضوع، ويعني ننشره اكتر. لازم نستفيد من الموضوع ده جدا، ده لنا يعني حاجه كويسه يعني. طيب احنا عايزين نتوقف نسمع اغنيه من الحاج محمد الايوبي ونرجع نكمل حديثنا مع حضرتك. يا ليلي يا عيني يا ليل، يا ليل يا ليل يا عيني يا ليل، يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل، قبل ما تمشي في طريق خد لك رفيق صاحب، بس الشطارة يكون إنسان ويتصاحب، مش أي واحد تصاحبه تقدره صاحب، وابعد عن اللي ما بيقدرش معروفك، ينسى جميلك ويبقى كأنه ما يعرفك، ابن الأصول محترم حيصون معروفك، واللي يشوفك يقول والله صحيح صاحب. يا حلاوة الحب لما يكون الطايب يشبه لورد الندى والمسك والطايب، يا حلاوة الحب لما يكون الطيب يشبه لورد الندى والمسك والطيب، ومراكب الود سايرة تود عالطايب. الحب لما يكون على الطيب يشبه لي ورد الندى والمسك والطيب، ومراكب الود سيرة تودع الطيب، خليك بنوع المروقة والدوام لله، وإن خانك الحب ما تقولش عليه لله، وقعد مع اللي قعاده، وقعد مع اللي قعاده يريحك لله، خليك مع الله ما تتندمش عالطيب يا ليل، قلبك أبيض يا جميل زق وكون لك إنسانية، ليل وداد دايما تميل عشت يا أبو المفهومية، قلبك أبيض يا جميل زق وكون لك إنسانية، ليل وداد
تميل عشت يا ابو المفهومية يدي حبه للي حبه يدي حبه للي حبه تقول كلك انسانية وقلبك ابيض يا جميل حبك ملو قلبي انت روحي ونور عينيا زي السعادة وانت جنبي والهنا رفرف عليا ياللي حبك ملو قلبي انت روحي ونور عينيا والسعادة وانت جنبي والهنا رفرف عليا جزيلة. طيب احنا قدامنا دقيقتين والوقت جري بسرعه واحنا كنا مستمتعين جدا 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 بصراحه بالقعده معاكم بس انا من خلال يعني خبره مصطفى في كينيا عايز اسالكم انتوا الثلاثه بما انكم رحتوا يعني افريقيا وفي كذا دوله مستثمر مصري صغير عايز يعمل مشروع او شاب مصري عايز يعمل حاجه في افريقيا افريقيا مستنيه مننا ايه؟ ايه اللي ممكن اوجه الاستثمار الصغيره ممكن تفتح افاق بعد كده للشعب المصري لشاب مصري عايز يفتح اي شغل؟ طيب افريقيا بما ان احنا كنا بنقول هي الدول كلها بتحاول تنمو بتحاول تطور من نفسها فبالتالي الحاجات المختصه بالبنيه التحتيه او مجال المباني او مجال الخدمات الاساسيه او الخدمات التحتيه للدول كل المجالات ديت مفتوحه للاستثمارات الاجنبيه كل المجالات دي فيها فرص كويسه جدا افريقيا الموضوع مش رخيص يعني مش ما نقدرش اقول راس مال صغير ان انا اقدر اعمل حاجه كبيره في افريقيا بس في حاجات كتير مفتوحه في مجالات كتير مفتوحه كلها بتدور حوالين البنيه التحتيه حوالين التطور التكنولوجي بس ده استثمار كبير بالظبط لا مش لازم اخد الاستثمار نفسه بس يعني حاجه صغيره حتى منه
بتبقى كويسه جدا كبزنس. بس الفكره ان برضو البلاد حطت قوانين خاصه بيها بالاستثمارات الاجنبيه عشان تحدد كل حاجه. يعني هي بتحاول تعمل ريجوليشن، تعمل نظام لكل حاجه من ضمنها الاستثمارات الاجنبيه. ففي حاطين بعض الشروط اللي لازم توفرها لدخول مستثمر اجنبي في الدوله. بس الحالي ان في فعلا مصريين كتير بداوا يروحوا افريقيا، بداوا يوصلوا افريقيا، بداوا ينقلوا اعمالهم من دول تانية بره افريقيا يرجعوها تانية افريقيا، ودي حاجه كويسه في حد ذاتها. للاسف الشديد وقتنا انتهى، بس يعني ممكن ناخد 10 ثواني من كل حد عن افريقيا بعيوننا المصريه. ابدا مع حضرتك دكتور. افريقيا يعني ممكن نقول ان احنا بوابه شماليه لافريقيا، وافريقيا نقولها بالاكسبريشن تاني هي الباك يارد بتاعتنا. احنا الفرونت لاين، احنا اللي حاميينها، احنا اللي ممكن ناخدها ونطلع بيها ناحيه الشمال وناحيه التقدم. ويا ريت ده يحصل ان شاء الله في الفتره القادمه اثناء رئاستنا للقاره الحاليه ان شاء الله. استاذ محمد. والله انا يعني عايز اشكر افريقيا الاول انها عرفتني على مصطفى ومصطفى. احنا اول مره نتعرف على بعض تعرفنا في الطياره واحنا رايحين زامبيا. وعايز اقول ان يعني لكل المسؤولين ان فعلا زي ما ابتدينا الكلمه بالقوه الناعمه، الفن والتصوير والفوتوغرافيا هتفتح ابواب كثيره قوي للعلاقات بيننا وبين دول في افريقيا. انا بدعو كل المصورين الفوتوغرافين اللي في افريقيا يجوا ونعمل معاهم تعاون هنا زي ما صورنا احنا براري افريقيا، هم يجوا كمان يصوروا في مصر عندنا. ونعمل حاجه مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. للاسف الشديد كان نفسي اخد كلمه اخيره من حضرتك بس اتكلمنا كتير خلال الحلقه. انا بشكر حضراتكم على تواجدكم معنا. اهلا بحضراتكم معنا دايما في مصر جميله، وكل سنه وحضراتكم طيبين. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتعشم انها تكون عجبتكم. نشوفكم بكره باذن الله وفريق عمل جديد، ودايما مصر جميله.